أبناء وبنات طلبة طلبات الشهادة الإعدادية، مرحبا بكم وكرات سكولا. موعدنا اليوم مع درس من دروس الهندسة التحليلية ومعادلة الخط المستقيم. طبعا معادلة الخط المستقيم دي شيء مهم جدا جدا هيلازمنا في السنوات القادمة. في معادلة الخط المستقيم محتاجين حاجتين مهمين جدا، من الخط المستقيم والجزء الموضوع من محور الصدر. مش هنتكلم فيها كتير لان طبعا محتاجة ان احنا نجيب الميل ازاي ونجيب الجزء المقطوع ازاي، ومحتاجة نشتغل شغل عملي. معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميله وطول الجزء المقطوع من محور الصادات. شكل المعادلة بيقول ايه؟ صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. الصاد والسين معروفين، الميم بقى اللي هي ميل الخط المستقيم، والجيم هو ده الجزء المقطوع من محور الصادات. يعني ناخد بصورة مباشرة، اوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 على 3 ويقطع من الجزء السالب لمحور الصادات جزءا طوله 5 وحدات. يبقى المعادلة تبقى ازاي؟ صاد يساوي ميم سين زائد جيم، هنشيل الميم ونحط مكانها 2 على 3 ونشيل الجيم ونحط مكانها سالب 5، يبقى صاد بتساوي 2 على 3 سين ناقص 5، وده جاي بصورة مباشرة. طيب نشوف بقى بمعلومية ميل ونقطة. بمعلومية الميل ونقطة، صاد يساوي ميم سين زائد جيم، ايه اللي هيحصل؟ هنشوف. هنقول له الجيم من عايز الجزء المقطوع بيساوي صاد ناقص ميم سين، يعني انا سبت الجيم مكانها وخدت الميم سين راحت الجنب التاني باشارة مخالفة. طب انا بعمل الكلام ده ليه؟ لان اللي يهمني من النقطة اللي هيدهاني ان اجيب الجزء المقطوع اللي هو الجيم، هعوض من النقطة عن السين والصاد. طب والميل؟ اكيد هو طبعا مديهولي، ما بقول بمعلومية الميل والنقطة. نشوف مثال للكلام ده. اوجد معادلة المستقيم الذي ميله 2 على 3 ويمر بالنقطة سالب 5 و 4. المعادلة الشكل العام بتاعها بيقول صاد بتساوي ميم سين زائد جيم، الميم وموجودة. طب يبقى محتاج مين؟ الجيم. هجيبها ازاي؟ هعوض عن السين والصاد عشان اجيب الجيم. فبناخد طريقة مبسطة ان احنا نجيب الجيم مرة واحدة، ان احنا بنعمل ايه؟ بنقول له هنا الصاد هتساوي 2 على 3 سين زائد جيم، عايز الجيم، اروح قايل له الجيم بتساوي صاد واقفة زي ما هي موجبة، السين هتروح لها بالميم بتاعتها يبقى سالب ميم في سين، يبقى الجيم بتساوي الصاد بكام عندي؟ ب4 وسالب الميم ب2 على 3 في السين اللي هي بكام؟ بسالب 5، يبقى بتساوي 4 قيمة الصاد ناقص 2 على 3 اللي هي الميل في سالب 5 اللي هي قيمة السين. نضربها مع بعضها ونقول تطلع بكام؟ على الآلة الحاسبة 22 على 3، دي قيمة مين؟ قيمة الجيم. ناخدها ونرجعها في الصورة الايه؟ الأصلية بتاعة المعادلة اللي هي قدامي دهات. نروح قايلين له هنا الصاد هتساوي 2 على 3 سين اللي هي اللي احنا شايفينها قدامنا هنا، هي كانت ناقصة مين؟ ناقصة الجيم، جبناها عن طريق ان احنا عوضنا بالسين والصاد. يبقى المعادلة بشكلها الاخير صاد بتساوي 2 على 3 سين زائد 22 على 3، ولو لاحظنا نلاقي المقامات بتبقى متوحدة بحيث لو حبينا نتخلص منها هنضرب المعادلة كلها في كام؟ في 3. اوجد معادلة المستقيم الذي ميله 3 ومر بالنقطة 2 و 5. هنستخدم نفس الطريقة ان احنا نقول له ايه؟ صاد بتساوي ميم سين زائد جيم، نعوض عن الميم بتاعتنا يبقى صاد بتساوي 3 سين زائد جيم، عايزين نجيب الجيم يبقى الجيم بتساوي ها صاد ناقص 3 سين او صاد ناقص ميم سين بشكلها اللي احنا اتعودنا عليه، يبقى اذا بتساوي سالب 5 اللي هي قيمة الصاد في النقطة ناقص وبين القوسين الميل بتاعنا اللي هو 3 في السين قيمتها من النقطة 2، يبقى سالب 5 ناقص 3 في 2 تطلع بكام؟ بسالب 11، يبقى قيمة الجيم سالب 11. نرجعها لمين؟ للشكل اللي احنا عارفينه اللي هو ده، نكتب هنا مكانه يبقى صاد هتساوي 3 سين ناقص 11، وهكذا
أي معادلة بمعلومية الميل ونقطة. طب بمعلومية نقطتين هنعمل إيه؟ هنجيب الأول الميل، ما هو لازم يكون معايا الميل، هنجيبه إزاي بمعلومية نقطتين واخدينه في الدرس اللي فات؟ نقول له هنا هوت إن الصاد بتساوي ميم سين زائد جيم، نوجد الميل بمعلومية نقطتين اللي هو فرق الصاد على فرق السينات. طيب هنا بنقول ناخد احد النقطتين ونعوض بها مكان السين والصاد في المعادله لايجاد الجيم، ده الكلام ده بعد ما نجيب الميم. هتاخد انهي نقطه بقى عشان تعوض وتجيب الجيم زي ما احنا لسه اخدينها في ايه، في معلوميه ميل ونقطه؟ هتقول انا عندي نقطتين هستخدم اي واحده، اي واحده تعجبك استخدمها. فنقول له هنا صاد بتساوي 4 3، جيت منين ال 4 3؟ الميل بمعلوميه النقطتين اللي هي سالب 7 ناقص ناقص 3 اللي هي تطلع بكام؟ سالب 4 على سالب 1 ناقص 2 بسالب 3، يبقى سالب 4 على سالب 3 نطير السوالب يبقى كام؟ 4 على 3. طبعا انا ما حليتهاش بالتفصيل لان خدناها اكتر من مره في الدرس اللي فات، فعرفنا ان احنا بنجيب ازاي ميل الميل لنقطتين، الميل بمعلوميه نقطتين. جبنا الميل نقول له الجيم بتساوي ص ناقص م س، هنعوض بانها نقطه باي نقطه تعجبك وهيطلع الحل مظبوط. يبقى نقول له سالب 3 بتساوي طبعا هنا الجيم، احنا جايبين هنا سالب 3 مكان مين؟ مكان الصاد. لو حبيت اعوض مباشره في المعادله الاولى سالب 3 اللي هي مكان الصاد من النقطه الاولى بيساوي 4 3 في 2 زائد الجيم، يبقى الجيم هتساوي كام؟ لو خدنا 4 3 في 2 وديناها الطرف الثاني ناقص الثلاثة هيطلع لي سالب 17 على الثلاثة. طيب يبقى المعادلة بقى صاد بتساوي 4 3 س ناقص 17 على الثلاثة. هنقول دي مرة تانية عشان تثبت عندنا. بنقول له هنا المعادلة صاد بتساوي ميم س زائد ج. هنجيب الميل زي ما احنا تعودنا بمعلومية نقطتين. النقطتين دول نجيب منهم الميل، فرق الصاد على فرق السينات تطلع بكام؟ يطلع بأربعة على 4 على 3 زي ما موجود عندي هنا. 4 على كام؟ 4 على 3. طيب بعد كده بنعوض بأي نقطة من النقطتين اللي موجودين، وليكن النقطة الأولى دي هنعوض عنها عن السين والصاد. فهنشيل الصاد اللي قدامنا دي ونحط مكانها كام؟ سالب 3 في النقطة الأولى. هنا الميل 4 3 في قيمة السين بكام؟ ب 2. لو ضربنا ده هيطلع 8 على 3. لو راحت الطرف الثاني هيبقى اهيت سالب 3 ناقص 8 على 3 اللي هتطلع بكام؟ بسالب 17 على 3. ونحطها في مكانها في المعادله الاصليه، يبقى صاد بتساوي 4 3 س ناقص 17 على 3. من معادله المستقيم ألف س زائد ب ص زائد ج. ميل المستقيم بيساوي ايه زي ما احنا اتعودنا؟ سالب معامل س على معامل ص، يعني سالب أ على ب. طول الجزء المقطوع من محور الصادات هيساوي ايه؟ سالب ج على ب، سالب ج على ب، يعني سالب ج على معامل الصاد، سالب ج على معامل الصاد وقيمة مطلقة زي ما احنا شايفينها. طيب معادلة المستقيم المر بنقطة الأصل، مر بنقطة الأصل يعني الجيم مش موجودة، يبقى صاد بتساوي م س. معادلة المستقيم الموازي لمحور السينات ويمر بالنقطة صفر وألف، صاد يساوي ألف يبقى يمر بالسينات صاد تساوي، يمر بالصادات س تساوي. نقول تاني معادلة المستقيم الموازي لمحور السينات، موازي محور السينات الميل بتاعه بصفر واحنا عارفين، يبقى هيلغي مين؟ هيلغي السين اللي موجوده في المعادله، هيلغيها، يعني هيلغي كلمه ميم سين دي خالص، يبقى صاد بتساوي ا اللي هو الجزء المقطوع من محور الصادات، اللي هو عندي في النقطه بتاعتي بيمر بنقطه صفر والف، يبقى بياخد المسقط الصادي، يبقى صاد بتساوي ايه؟ ا. طيب معادله المستقيم الموازي لمحور الصادات ويمر بالنقطه ب وصفر، يبقى اذا هيبقى عندي كام؟ س تساوي ب، س تساوي ب، يبقى موازي المحور الصادات وبيمر بالنقطه ب وصفر، موازي المحور الصادات، يبقى هنقول له نوت السين هي اللي تساوي كام؟
تساوي ب، لان الميل هنا غير معرف والصاد عندي بصفر، يبقى س بتساوي ب. نشوف المثال اللي جاي دلوقتي. مثال: اوجد معادله المستقيم المر بالنقطه 4 وسالب 3 موازيا بالمستقيم 2 س ناقص 5 ص زائد 3. انا اهم حاجه عندي نقطه وميل، هنقول له هنا بقى في الحل بتاعنا ص بتساوي م س زائد ج. الميل هنجيبه منين؟ من المستقيم. المستقيم ميله بيساوي سالب معامل س على معامل ص. هناخد نفس الميل اللي طلع، طبعا لانه موازي، وطالما موازي مستقيمين متوازيين يبقى الميلين بيساووا بعض. طيب من المستقيم بيساوي كام؟ 2 على 5، لان سالب 2 على سالب 5 يطلع لي ب 2 على كام؟ على 5. ده الميل. وهنعوض بالنقطه زي ما احنا اتعودنا عشان نجيب الجزء المطروح اللي هو الجيم. طيب النقطه عندي سالب 3 مكان الصاد يساوي 2 على 5 اللي هو الميل اللي احنا جبناه، في 4 اللي هي السين زائد الجيم. نضرب 2 في 4 ب 8 على 5، 8 على 5 تروح الطرف الثاني باشاره مخالفه، تطلع بكام؟ بسالب 23 على كام؟ على 5. سالب 23 على 5 دي مكان الجيم، ناخدها ونحطها مكانها في المعادله بتاعتنا، يبقى ص بتساوي 2 على 5 س ناقص 23 على 5. ايه مره ثانيه؟ مره ثانيه ص بتساوي م س زائد ج. الميل بنجيبه ازاي بمعلوميه خط مستقيم؟ سالب معامل س على معامل ص، يعني سالب 2 على معامل ص اللي هو سالب 5، سالب تروح مع السالب يبقى الميل بكام؟ 2 على 5. نعوض بالنقطة اللي موجودة عندنا في المعادلة الأصلية، نشيل الصاد ونحط مكانها سالب 3. المعادلة اللي قدامنا دي هنشيل الصاد ونعوض مكانها بسالب 3، والميل ينزل زي ما هو، والسين بأربعة، يبقى إذا الجيم عايزها هنقول له 2 في 4 ب 8 على 5، دي كلها كده بتروح الطرف الثاني بإشارة مخالفة، تروح بإشارة مخالفة يبقى بسالب 8 على 5 ناقص 3 يطلع لي بكام؟ يطلع سالب 23 على 5. نحطها في المعادلة الأصلية يبقى ص بتساوي 2 على 5 س ناقص 23 على 5. نشوف المثال اللي بعده. أوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة سالب 2 و3 موازيا المستقيم 3 س زائد 2 ص ناقص 4، زي المثال اللي فات بالظبط. هنجيب الميل زي ما احنا قلنا من المعادلة، وبعدين نعوض بالنقطة. يلا ها ص يساوي م س زائد ج. الميل بيساوي كام؟ سالب 3 على ال 2. جبنا الميل، نبتدي نعوض بالنقطة بتاعتنا، نشيل الصاد ونحط مكانها سالب ال 4، يساوي الميل بتاعنا سالب 3 على ال 2 في السين اللي هي بكام؟ بسالب 2 اهي قدامنا، يبقى 4 اللي هي الصاد زي ما عملنا في المثال اللي فات. ادي الصاد ب 4، وادي الميل، وادي السين من النقطة بتاعتنا اللي قدامنا دهية. نقدر نجيب منها قيمة الجيم، يبقى الجيم بتساوي 1، لأن سالب 2 في سالب 3 ب 6 على 2، 6 على 2 يطلع ب 3، 6 على 2 بكام؟ ب 3، نوديها الطرف الثاني تطرح من 4 يبقى ب 1. نعوض إيه في المعادلة الأصلية؟ يبقى ص بتساوي سالب 3 على 2 س زائد الجزء المقطوع اللي هو الجيم اللي هو بكام؟ بواحد. نشوف المعادله او الايه المثال اللي بعده. اوجد معادله المستقيم المار بمنتصف ا ب، حيث الالف 1 و3 والب 3 و5. يبقى النقطه اللي انا عايزها هي نقطه المنتصف، هي دي اللي هشتغل بيها. طب والمستقيم الموازي هجيب منه الميل زي المثال اللي فات واللي قبله. يبقى أول حاجة هجيب النقطة اللي أنا هشتغل بيها، لأن هو مديني نقطتين وعايز النقطة اللي في وسطهم هي دي اللي إيه؟ النقطة بتاعت اللي بيمر بالخط المستقيم. فأقول له الصاد بتساوي م س زائد ج، ده الشكل العام بتاع المعادلة. طب عايز نقطة المنتصف، نقطة المنتصف على جنب أهيت، نقول له منتصف أ ب بيساوي إيه؟ فاكرين طبعًا من الدرس نقطة إيه؟ المنتصف. مجموع السينات على 2 ومجموع الصادات على 2. يعني 1 زائد 3 على 2 و3 زائد 5 على 2
اللي هي بتطلع بكام؟ باتنين واربعة. يبقى النقطة بتاعت اللي هيشتغل بيها اتنين واربعة. ناخدها ونجيب طبعا عندي الميل اللي هو كام الميل؟ سالب تلاتة على سالب اتنين، يعني تلاتة على الاتنين. ما عندي الميل وعندي نقطة، نشتغل زي المثال اللي فات واللي قبله واللي قبله كمان اللي هو بمعلومية ميل ونقطة. يبقى اربعة مكان الصاد، تعودنا على الشغل ده اكتر من مرة، هيساوي تلاتة على الاتنين في السين اللي هي موجودة في النقطة زائد الجيم. بحسبة بسيطة الجيم تطلع بكام؟ بواحد. ناخدها نوديها في المعادلة الأصلية، يبقى صاد بتساوي 3 على 2 سين زائد واحد. اللي بعدها، اوجد معادلة المستقيم الذي ميله يساوي ميل المستقيم 3 صاد ناقص 2 سين يساوي صفر، ويقطع محور الصادات جزء سالب طوله 4 وحدات. هنجيب الميل منين؟ من النقطة اللي قدام. ميل المستقيم سالب معامل سين على معامل صاد اللي هو 2 على الكام؟ على التلاتة. سالب معامل سين، ما معامل سين أساسا بسالب 2، يبقى سالب سالب 2 يعني موجب 2 على التلاتة. جبنا الميل وعندي الجزء المقطوع، خلاص نعوض في المعادلة مباشرة اللي هي صاد بتساوي ميم سين زائد ايه؟ جيم. يبقى اذا معادلة المستقيم المطلوب صاد بتساوي 2 على التلاتة سين، والجزء المقطوع 4 وحدات في الاتجاه السالب يعني سالب 4. مسألة بسيطة، اوجد معادلة المستقيم المر بالنقطة سالب 2 و3 ونقطة الأصل. أول ما يقول لي بيمر بنقطة ونقطة الأصل يعني الجيم مش موجودة معايا. طيب الميل هنجيبه ازاي؟ الإحداث الصاد على الإحداث السين مباشرة. يبقى نقول له ميم الصاد بتساوي ميم سين زائد جيم. هات الميل كام؟ 3 على سالب 2، بس بنحط السالب فوق عشان تبسيط للايه؟ للكسر. طيب جبنا الميل، نعوض في المعادلة مباشرة، يبقى صاد هتساوي سالب 3 على 2 سين. طب فين الجزء المقطوع؟ مش موجود لان قلنا بيمر بنقطة الأصل، يبقى الجزء المقطوع من محور الصادات غير موجود. ملخص معادلة الخط المستقيم. واحد، معادلة المستقيم الذي ميله ميم ويقطع من محور الصادات جزء طوله جيم، صاد بتساوي ميم سين زائد جيم. طب لو عايز اجيب الجيم هتساوي، اودي الميم سين الطرف الثاني باشاره مخالفه، يبقى جيم بتساوي صاد ناقص ميم سين، او تعوض مباشره في المعادله صاد يساوي ميم سين زائد جيم بالسين والصاد. معادله الخط المستقيم المر بنقطتين، نوجد الميل بمعلوميه الايه؟ النقطتين. وبعد كده بنعمل ايه؟ ناخد اي نقطه من الاثنين اللي هي النقطتين اللي مديهم لي ونعوض بيهم مكان السين والصاد عشان نجيب ايه؟ نجيب الجيم اللي هي الجزء المقطوع. معادله المستقيم بمعلوميه ميل ونقطه، نعوض بالنقطه مكان سين وصاد لايجاد الجيم اللي احنا اتفقنا قلنا ايه؟ الجيم تساوي صاد ناقص ميم سين، او تعوض مباشره بالنقطه في المعادله الاصليه اللي هي صاد بتساوي ميم سين زائد الجيم. ميل المستقيم اللي هو ا س زائد ب ص زائد ج بيساوي ايه؟ سالب معامل س على معامل ص، يعني سالب ا على ب في الشكل اللي قدامنا ده. ميل العمودي هيساوي معامل ص على معامل س. يبقى احنا عملنا ايه؟ عكسنا الميل بتاع خط المستقيم وغيرنا اشارته. يبقى بنعمل ايه؟ نجيب هنا، مش احنا بنقول سالب معامل س على معامل ص؟ العكس بتاعه ايه؟ ص على س ونشيل الاشاره. يعني بمعنى صح بناخد المعكوس الضربي للميل اللي ما عندنا عشان نجيب العمودي، هنجيب الميل بتاعنا من المستقيم الاصلي ونجيب ايه؟ ايوه هنجيب اللي هو المعكوس الضربي ونغير له اشارته. يبقى بدل ما كان سالب معامل س على معامل ص يبقى معامل ص على معامل س من غير الاشاره في حاله العمودي. طول الجزء المقطوع من محور الصادات يساوي سالب الحد المطلق على معامل صاد، سالب الحد المطلق على معامل صاد. ميل المستقيم الموازي لمحور السينات زي ما خدناه في الاول بيساوي ايه؟ صفر، والموازي لمحور الصادات
غير معرف لان واحد على صفر لان المقام بتاعه بصفر. معادلة المستقيم المر بالنقطة صفر وصفر ص بتساوي ميم س، ص يساوي ميم س. معادلة المستقيم الموازي لمحور السينات ويمر بنقطة ص بتساوي أ. معادلة المستقيم الموازي لمحور الصادات ويمر بنقطة س تساوي ب. معادلة محور السينات ص يساوي صفر، معادلة محور الصادات س تساوي صفر. أرجو إن احنا نكون فهمنا معادلة خط المستقيم سواء بمعلومية الميل وجزء مقطوع أو معلومية الميل ونقطة أو معلومية نقطتين أو معلومية معادلة خط المستقيم والجزء المقطوع بالصور المختلفة اللي احنا خدناها وخدنا عليها تمارين كتيرة. ياريت اللي عنده أي سؤال يبعت لنا على قناة الإسكولة فهرست مادة الرياضيات، وأي حاجة أنت حضراتكم عايزينها احنا بنجاوب عليها وتحت أمركم في أي وقت في أي أسئلة. وقناة الإسكولة وما تنسوش تعملهم لايك وشير.